السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن عرقلة ميليشيا الحوثي من ملف تبادل الأسرى. اتهمت الحكومة الشرعية ميليشيا الحوثي بالعمل على عرقلة اتفاق تبادل الأسرى المتوافق عليه في السويد. يأتي هذا الاتهام بعد إنكار ميليشيا الحوثي وجود أكثر من 2900 معتقل في سجونها، كان الوفد الحكومي قد رفع بأسمائهم في الكشف المقدم في المشاورات. وأضاف بيان الحكومة أن الميليشيا تعمد إلى إخفاء تلك الأسماء لأسباب غير معلومة في وقت أكدت فيه التزامها التام بشأن ملف تبادل الأسرى. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: تداعيات عرقلة الميليشيا لملف تبادل الأسرى المتوافق عليه في مشاورات السويد، وموقف الحكومة الشرعية والأمم المتحدة من عدم التزام الحوثيين بالاتفاق المبرم في السويد. قبل النقاش نتابع التقرير. ميليشيا الحوثي تنكر وجود نحو 3000 معتقل في سجونها. اتهام حكومي جديد بعرقلة الميليشيا الانقلابية لاتفاق السويد. هذه المرة جاءت العرقلة في ملف الأسرى بعد إنكارها لوجود أكثر من 2940 معتقلا من أصل 8500 كان الوفد الحكومي قد رفع بأسمائهم في الكشف المقدم في المشاورات. الحكومة في بيانها أكدت أن الميليشيا تحاول إخفاء هذه الأسماء لأسباب غير معلومة رغم وجودهم الفعلي في معتقلاتها. وبالإضافة إلى إنكارها وجود ثلث قائمة الأسرى والمعتقلين المرفوعة من قبل الوفد الحكومي، لم توضح الميليشيا حالة اثنين من الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن، وهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان والقائد العسكري فيصل رجب، ومعهم أكثر من 230 اسماً آخرين. الحكومة من جانبها أكدت التزامها بشأن ملف تبادل الأسرى، حيث كان من المقرر بدء عملية التبادل في 19 من يناير المقبل. وقبل أيام وصل وفد حكومي إلى مدينة سيئون في إطار إنجاح الاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة. التحذيرات الحكومية للميليشيا من استمرارها في عرقلة ملف الأسرى والمعتقلين وتواصل خروقاتها العسكرية في مدينة الحديدة صاحبها مطالبة للمبعوث الأممي مارتن جريفيث بالضغط على الميليشيا من أجل تنفيذ الاتفاق. التحالف من جانبه أكد ارتكاب ميليشيا الحوثي 29 خرقا خلال يوم واحد في مدينة الحديدة، وشملت استخدام الهاونات والار بي جي والصواريخ الحرارية والعبوات النازفة ورماية القناصين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وابدا هذه الحلقه مع الصحفي سامي الاهدل من الحديده. مساء الخير استاذ سامي. مساء النور، تحيه لك ولجميع المشاهدين. اهلا بك استاذ سامي. في البدايه، كيف يمكن فهم الاتهامات الموجهه من قبل الحكومه الشرعيه لميليشيا الحوثي وانكار وجود معتقلين في سجونها؟ استاذ سامي هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم، سمعت سؤالي أم لا؟ نعم أسمعك، سمعت سؤالك. نعم. في الحقيقة هناك الكثير من المشكلات في ملف تبادل الأسرى والمعتقلين. باعتقادي أن القوات أو الحكومة الشرعية أيضا لم تستطيع الإيفاء أو تسليم جميع ما لديها من الحوثيين، لأن الأسماء التي قدمها الحوثيون تحمل الكثير من أسماء القتلى الذين هم لم يوجد لهم أثر نتيجة الضربات الجوية، ولم يستطع الحوثيون التحقق من مقتلهم أو أنهم أسرى لدى التحالف والجيش اليمني. أيضا الحوثيون حاولوا التنصل عن الإفراج عن الكثير من المعتقلين بتهم مختلفة، ومنهم من اتهمت عدد 111 معتقل بتهمة الإرهاب. أيضا اتهمت عددا منهم بقضايا جنائية. نعم، وربما من ضمنهم الصحفيين والمعارضين البارزين الذين يقبعون في سجون الجماعة منذ 3 سنوات. نعم، ولكن إذا كان هذا الملف الذي بدا الجميع متفائل كثيرا في مشاورات السويد بأنه ربما سينجح ويتم حل هذه المشكلة للمعتقلين وفشلت، ماذا يمكن أن تحققه إذن مشاورات السويد في بقية الملفات سواء ملف الحديدة أو تعز أو غيرها؟
الحقيقة حتى ملف الحديدة لا زال متعثرا حتى اللحظة. اليوم يتحدث الحوثيون عن تسليمه ميناء الحديدة، لكن في الحقيقة ما حدث اليوم هو تسليم لقوات ومسلحين يتبعونهم. تم إحلالهم داخل قوة قطر السواحل منذ سيطرة الجماعة على المدينة في مطلع 2015. أيضا مسلحون تم إلباسهم الزي الخاص بقوات خفر السواحل. أيضا من يقود هذه القوة هو عبد الرزاق المؤيد، قيادي معروف لدى أبناء الحديدة بأنه قيادي حوثي ينتمي لمحافظة الضنار وتواجد في الحديدة خلال 3 سنوات الماضية، وهو ابن عم مدير أمن محافظة الحديدة أيضا عبد الحميد المؤيد. محاولة الحوثيين البحث عن مخارج وطرق أخرى للالتفاف حول بنود الاتفاق كانت متوقعة، واليمنيون لم يتوقعوا أكثر من ذلك. هم يعرفون أن الجماعة تريد كسب الوقت فقط ومراوغة المجتمع الدولي والحكومة الشرعية. نعم نعم أيضا ملف تعز لا زال متعثرا ولا يوجد فيه أي تحرك. في الحقيقة يبدو أن مشاورات السويد ستصبح حبر على ورق فقط ولن يتحقق منها على الأرض شيء. نعم ابقى معي أستاذ سامي، يشارك معنا في الحديث أيضا الأستاذ عبد الحفيظ الحطامي الصحفي من الحديدة. أستاذ عبد الحفيظ، أنت أيضا قراءتك لبداية فشل تبادل الأسرى واتهام الحكومة الشرعية للحوثيين بعرقلة هذا الملف الذي أبدوا استعدادهم ووقعوا على الاتفاقية بتسليمهم؟ نعم أخي الكريم، هو فشل برمته طبعا لمؤتمر السويد، هو فشل كما فشلت بقية المؤتمرات في جنيف وأيضا في الكويت. هذه الميليشيات يبدو أنها لا تؤمن إلا بالقتل ولا تعيش إلا في بيئة الاحتراب وإذكاء صراعات والاقتتال بين أبناء الشعب اليمني. هي كان أسهل ملفات هو ملف المختطفين والأسرى، وبالتالي للأسف الشديد خرجت تلك التصريحات من قبل ميليشيات الحوثي لا تعترف. نفت أن يكونوا موجودين أيضا لديها، وأيضا تقدمت بقرابة 2000 من ما سبق وأن قتلوا أو في معارك والجبهات، وبالتالي أخي الكريم هي طعنة رئيسية في صدر المشاورات السويد التي للأسف الشديد كانت غائمة وكانت رخوة وكانت عامة وليست مضبوطة، رغم أن الوفد الحكومي طالب بوضع ضوابط لهذه مجمل هذه الاتفاقيات من ضمنها ملف الحديدة، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة للأسف الشديد رفض أن توجد هناك ضوابط لمن يخترق هذه الاتفاقيات، رغم أنها لم يتم التوقيع عليها من قبل الأطراف حتى يطلق عليها اتفاقيات. ما حدث أخي الكريم هي حيلة فقط للمزيد من التأصيل وتجدير ميليشيات الحوثي داخل محافظة الحديدة، حتى الملف الذي تفاعلنا به كثيرا ملف الأسرى والمختطفين كان مقدمة أصلا لتطمين لملف الحدود، مقدمة لتطمين على ملف الحديدة التي يتم للأسف الشديد اليوم وعلى مرأى ومسمع الأمم المتحدة ومبعوثيها وفريقها الذي تواجد في الأمن في الميناء بوجود ميليشيات الحوثي التي استقطبت قرابة 3300 مقاتل وقد قدمت بهم من محافظة حجة وزعتهم بين مينائي الصليف والميناء الحديدة بعد أن سحبت أمام المبعوثية الأمم المتحدة وأمام الفريق المراقب المسلحيها باللباس المدني وأدرجت هؤلاء تحت مسمى خفر السواحل. هي خدعة للأسف الشديد تتواطأ فيها الأمم المتحدة ومبعوثها وفريقها أمام هذا المشهد الدرامي الذي يثير الضحك ويثير البكاء مما يحدث لليمنيين وفي محافظة الحديدة على وجه الخصوص. نعم، وهل تعتقد بأن الأمم المتحدة في مشاورة السويد كانوا يجهلون بأن معظم هذه الأسماء التي رفعتها ميليشيا الحوثي هي أسماء غير موجودة وربما قد يعني معظمها لم يعد حيا على يعني بصورة أوضح، ربما كما تحدث الأخ سامي بأنهم قد قتلوا إما بطيران التحالف أو قتلوا في الجبهات ولا أحد يعرف مصيرهم، ولذلك الميليشيا عمدت على رفع كشوبات وهمية أو غير حقيقية حتى تعرقل هذا الملف. السؤال، هل الأمم المتحدة كانت تجهل هذا أو هذا الالتفاف من قبل ميليشيا الحوثي؟ لا سيدي، الأمم المتحدة لا أعتقد أنها تجهل، وإن جهلت حينها
كانت عليها ان تقدم اليات منطقيه في التحري والكشف عما اذا كانت هذه الكشوفات التي قدمها الطرفان صحيحه ام غير صحيحه. كان بمقدور الامم المتحده ان تقدم اليات وضوابط لمن يخادع او يتملق او ما الى ذلك، لكن الامم المتحده للاسف الشديد وضعت كل هذه النقاط ملف الاسرى وملف الحديده للاسف الشديد، تركت الحبل على الغارب واكتفت بالعموميات واكتفت بالارشادات واكتفت بث روح التفاؤل بالنسبه للمبعوث الاممي الذي بدا متفائلا كثيرا، وكذلك مندوبيه الدول الخمس واضافه الى الامين العام. نعم. محافظة الحديدة على اعتبار ان محافظة الحديدة هي اخر نبض لهذه الميليشيات التي لا تزال تقتات عليه من خلال دعمها من قبل ايران بالسلاح، وايضا من خلال نهب المليارات من ايرادات هذه المحافظة البقرة الحلوبة التي لا تزال هذه الميليشيات تحلبها حتى هذه اللحظة. نعم. طيب استاذ سامي الاهدل، برايك الان لماذا لا تبدا لجنة الأسرى بإشراف الأمم المتحدة بإخراج الناس الموجودين والمعروفين ولا زالوا أحياء؟ نعم بالتأكيد الطرفين ربما يتحفظون أيضا على إخراج البعض وإبقاء البعض. الحكومة اليمنية تريد إطلاق جميع الأسرى لأن الاتفاق ينص على إخراج الجميع الكل مقابل الكل، فبالتأكيد الحكومة ستكون متمسكة بإطلاق الجميع وسترفض تبريرات الحوثيين وتهمهم. نعم. و200 معتقل واسير ثم قصفهم الحوثيين بين متهمين بالارهاب وبين متهمين بقضايا جنائيه وبين من قالت انه تم اطلاقهم. ايضا الحوثيون يريدون وسيتمسكون ايضا بمحاولة إطلاق الجميع، أي جميع الأسماء التي هي لدى التحالف والحكومة، أو يريدون تأكيد بأن هؤلاء قد قتلوا وأن بعض الأسماء ليست موجودة في سجون التحالف والحكومة. نعم. إذن هذه المنهجية التي تقوم ميليشيا الحوثي باتباعها سواء في ملف الأسرى أو في الانسحاب من الحديدة وبقية الملفات، هل هي فقط لعدم الالتزام والتهرب من الاتفاقيات أم هي تطويل للوقت من أجل إعادة ترتيب أوراقهم من خلال رؤيتك ومتابعتك أستاذ سامي؟ الحوثيون هم يحاولون أن يستفيدوا من الضغوط الدولية التي تمارس على السعودية والإمارات، هم يريدون أن يستثمرون هذه التحركات الدولية وتحركات الأمم المتحدة ومسايرتها حتى يكسبون الوقت ويتمكنوا من اخذ او من استعاده قوتهم التي فقدوها بشكل كبير في الكثير من الجبهات خصوصا في معركه الحديده. نحن نتحدث عن مشاورات السويد جاءت في لحظه حرجه للحوثيين، كانت القوات الحكوميه على بعد 3 كيلومتر فقط من بوابه الميناء، وجاءت هذه المشاورات او هذه الضغوط الدوليه في اللحظه المناسبه لإنقاذ الحوثيين في لحظة ضعف ربما إن صح التوصيف في أضعف حالاتهم. يعني نعم، لذلك الناس أو اليمنيين هم يعرفون الحوثيين أكثر من غيرهم. نعم. يعرفون أن الاتفاقات مع الحوثيين لا تدوم وأن الهدم أو الاتفاقات أو الإيقاف المعارك العسكرية لا تنتهي مع هذه الجماعة. هذه الجماعة صعدت على المعارك وعلى الحرب وعلى السلاح، فلا نتوقع أن تعود أو تأتي بالسلام بالسياسة وبالحوار. سيأتي السلام ربما من سيطرة الحكومة العسكرية بشكل حاسم، وهذا الموقف يحتاج لدعم من التحالف والسعودية والإمارات خصوصا. يجب أن تتخذ قرار بالتخلص من هذه الضغوط الدولية والاستمرار في دعم الجيش اليمني لتحرير البلاد. نعم. أستاذ عبد الحفيظ الحطامي، أيضا الميليشيا ربما لم تقتصر فقط على رفع أسماء ربما لم تعد موجودة أو قد قتلت أو اختفت، لكن يرفضون أيضا الاعتراف بالأسماء الحقيقية التي رفعتها الحكومة الشرعية، ومنهم يعني من هم
يعني موثق من قبل منظمات كثيرة ومتواجدين في سجون ميليشيا الحوثي، إذن لماذا هذا الإنكار أيضا؟ نعم في كلمة طبعا الميليشيات اعترف في السويد بوجود تصوير ولم تستثني أحد حينها، ويبدو أن القرار ليس بيد الميليشيات، القرار قرارها بيد إيران، وبالتالي هي تغير وما تعد به تغير سياستها مباشرة بحسب ما يملي لها نعم وبس حتى ياتيهم الرد من عبد الملك الحوثي، وبالتالي ايضا حتى ياتي الرد من تسليم هذه قرارها ليس بيدها، وبالتالي قرار السجن والحرب ليس بيدها ولكن بيد ايادي اجنبيه تحركها هي قضية حوارية، التي استعبت على رفع شعارات الموت ومنهجية الموت وأيضا لن يسمح بسلامها، يدركها اليمنيون القاطبة على امتداد 4 سنوات من الحوارات التي أخفقت اليمنيون مع غيرت من نواياها وكانت تعلن شيء وتمارس شيئا. نعم. ما المتوقع استاذ عبد الحفيظ الحطامي؟ قوات التحالف لحسم معركة الحديدة. نعم. ما المتوقع استاذ عبد الحفيظ الحطامي من الأمم المتحدة في حال انتهت الفترة المحددة الأولى ولم تنجز شيء لا من ملف الأسرى ولا حتى من الانسحاب من الحديدة؟ ما الخطوات التي تتخذها برأيك؟ بالنسبة للأمم المتحدة مزيدا من الضغوط على في اعتقادي على الدول التحالف وأيضا على الحكومة الشرعية. الأمر الواقع ما حدث في بلد السويد هو عملية استجرار واستدراج للحكومة الشرعية والتحالف للحوار، ولاحظ ذلك من خلال الضغوطات الكبيرة التي مورست على وفد الحكومة الشرعية في استقرار في السويد من قبل أطراف دولية متعددة، وبالتالي إرادة الشعب اليمني، إرادة الجيش اليمني لابد أن يحسم معركة الحديدة وهي معركة النفس الأخير، ويعرف العالم تعرف الأمم المتحدة ويعرف الجميع لكن مستحيل أن تضحي بمدينة الحديدة لأنها هي الآخر نفس لهذه الميليشيات إذا ما تم إزاحتها من الحديدة، وبالتالي ميليشيا الحوثي ستفقد أنفاسها الأخيرة. نعم. من هذه المحافظة وهي إرادة الشعب إذا أكبر من إرادة الأمم المتحدة وأكبر من كافة الأجهزة الخارجية لحسم معركة الحديدة ليتنفس اليمنيون الصعداء مع الميليشيات التي رزحت تحتها الميليشيات الحوثي رزحت تحت. نعم. طيب أستاذ عبد الحفيظ الحطامي. نعم. أشكرك الصحفي الأستاذ عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا من الحديدة ونشرك معنا في الحديث من إسطنبول المحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك ومشاهدينا الأكارم. أستاذ نبيل، في البداية كيف تتابع عملية إشراف الأمم المتحدة لتبادل الأسرى وملف الحديدة واتهام الحكومة اليوم للحكومة لميليشيا الحوثي بأنها تتلاعب في أسماء المعتقلين وتريد يعني تضييع الوقت ولا تريد الالتزام بما تم الاتفاق عليه بالسويد؟ نعم أستاذ نبيل الصوت. نعم نسمعك الآن، تفضل تسمعني الآن. إذن ربما مشكلة، سأعود لي الأستاذ سامي الأهدل من الحديدة. أستاذ سامي تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم أستاذ سامي، الآن برأيك الآن مستقبل هذه اللجنة الإشرافية التي أتت من الأمم المتحدة لعملية تبادل الأسرى في اليمن، ما الذي ستحققه وما هو المتوقع؟ في الحقيقة لا نتوقع نحن الكثير، يعني نحن لسنا متشائمين أو نريد أن نحبط الناس التي وأهالي المعتقلين والأسرى الذين ينتظرون انفراجة في هذا الملف.
لكن في الحقيقه تلاعب الحوثيين ايضا دور الامم المتحده هو دور دائما مطاط ويهدف بطبيعه الحال الى اطاله امد المعركه والحرب في اليمن. الحرب في اليمن ماده دسمه او وجبه دسمه للانتظار للدول الكبيره التي تبتز السعوديه والامارات وتحلب الكثير من نعم استاذ سامي اقليمي بشكل عام. نعم. لذلك نحن لا نتوقع الكثير. ربما نصل الى اتفاق في ملف الاسرى والمعتقلين ان يقبل الطرفان بما هو موجود بما اعترف به الطرفان ويتم الافراج عنهم، على ان تتم هناك جوله اخرى ربما للبحث او للتاكد والتحقق من بقيه الاسماء والكشوفات. لكن بالنسبه لملف الحديده لا نتوقع فيه الكثير. المجتمع الدولي لا زال يريد الحديده تبقى بيد الحوثيين حتى يظل التهديد على السعوديه والامارات لجلب المزيد من الاموال. شكرا لك الصحفي الاستاذ سامي الاهدر، كنت معنا من الحديده. وعوده الى اسطنبول مع الاستاذ نبيل البكيري. مساء الخير استاذ نبيل. مساء النور. اهلا بك استاذ نبيل، كيف تتابع الان اتهامات الحكومه الشرعيه اليوم لميليشيا الحوثي بانها تعمل على عرقله ملف الاسرى، هذا الملف الذي استبشر الناس خير بانه سينجز في ما بعد مشاورات السويد التي تم التوقيع عليها من قبل الحكومه والميليشيا؟ لا شك انه هذا الموقف المتناقض والمشكك هو شيء طبيعي في التعامل والتعاطي مع هذه الميليشيات من خلال تاريخ المباحثات معها طويلا. يعني ليس جديدا تعنتها ومحاوله الهروب من تفسير الاتفاق بحسب ما تم الاعلان عنه، محاوله تفسيره تفسيرا ينسجم مع رؤيتها وتوجهها، وبالتالي هذا شيء طبيعي والمتوقع وليس شيئا غريبا في اجندات هذه الجماعه وتعاطيها مع المشهد السياسي ومع اليمن واليمنيين. نعم، اذا امام هذه الصوره التي اصبحت واضحه فعلا على ميليشيا الحوثي في كل الاتفاقيات وفي كل المشاورات هي نقض العهود والاتفاقات. بيان أولي من الحكومة الشرعية لاتهام الميليشيا، لم نسمع أيضا على أي تعليق من قبل الأمم المتحدة أو تحميل من يعرقل هذا الملف الذي تم التوقيع عليه. ما هي الإجراءات برأيك التي ستتخذ من الجانب الحكومة الشرعية ومن جانب الأمم المتحدة؟ الحكومة الشرعية كانت واضحة أو يفترض أنها كانت واضحة من البداية فيما يتعلق بعدم مضيها في مثل هذا الملف، وخاصة أنها قالت أنه إذا لم يتم التطبيق ما تم الاتفاق عليه وخاصة في ملف الأسرى وملف الحديدة فهي ليست ملزمة بالمضي قدما في أي جولة سلام أو جولة مباحثات قادمة، وبالتالي هذا اليوم يفترض أنه يكون هناك يعني بيان واضح من قبل الحكومة في طبيعة ردها على مثل هذه الخروقات أو مثل هذه التلكؤات التي تتعاطى بها جماعة الحوثي مع المشهد السياسي ومع ملف المعتقلين وملف الحديدة وكل الملفات بطبيعة الحال. نعم. الأمم المتحدة يعني كان هناك قرار دولي يؤيد هذه الاتفاقية والمشاورات في السويد وخطوات بناء الثقة، لكن ربما ما هو على الأرض وعلى الواقع هو عكس ذلك تماما، وإن تم التوقيع من قبل ميليشيا الحوثي وما شاهدناه اليوم من عرقلة ملف الأسرى، رفع أسماء غير حقيقية أو يفترض أنها لم تعد موجودة أصلا، بالإضافة إنكار لأسماء حقيقية موجودة رفعتها الحكومة الشرعية، ما الذي ستعمله الأمم المتحدة وما الذي سيحققه جريفيث في المستقبل إن فشل بهذا الملف الذي تم التوقيع عليه؟ طبيعة الحال الأمم المتحدة في الملف اليمني باعتقادي لم تعد محل ثقة، تاريخها سيء في إدارة الأزمة والصراع في اليمن، هي انتدبت نفسها لإدارة هذا الحرب أطول فترة ممكنة، ولم يكن من استراتيجيتها إنهاء الحرب في اليمن والذهاب نحو السلام، والدليل على ذلك أنها عديد من قراراتها الدقيقة التي فسرت الأزمة اليمنية مبكرا تم تجاوزها في كثير من المراحل وتم الالتفاف عليها، وبالتالي اليوم
من غير المنطقي أن نزال على نفس الثقة بالأمم المتحدة وإدارتها الملف اليمني. أنا باعتقادي طبيعة الحال الأمم المتحدة أوضحت من خلال ستوكهولم ومن خلال قرار البريطاني الأخير مدعوم من قبل بريطانيا أنها ليست بصدد البحث عن سلام بقدر ما هي تعمل على إدارة هذه الحرب وهندسة مخرجات الحرب وفقا لمصالح أطراف نعم. دولية وإقليمية واضحة. نعم. سؤال أخير، ماذا بعد بالنسبة للحكومة الشرعية؟ هل تعتقد أنها ستمضي في خيار الحل العسكري مع التحالف أم لم يعد هذا القرار بيدها بعد تدخل الأمم المتحدة بصورة مباشرة في الحديدة؟ الخيار العسكري هو الخيار الذي الخيار الضرورة وأبو الخيارات كلها بالنظر إلى أنه يعني قربت كل الخيارات. لكن في طبيعة الحال إدارة التحالف للأزمة والحرب في اليمن كانت سيئة، أيضا إدارة الشرعية لهذا الملف كانت سيئة أيضا، وبالتالي أنا باعتقادي أنه ما لم يكن هناك انفراجة جديدة من خلال إعادة تفكير جديد أو رؤية جديدة لإدارة الحرب والسلام في اليمن وإدارة هذه الأزمة وفقا لهذه المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة، أنا باعتقادي سيخسر اليمنيون كثيرا، سيخسر التحالف العربي وهو على وشك إن لم يكن قد خسر المعركة في اليمن بالنظر إلى التطورات الإقليمية والمحيط الدولي، ما يتعلق بسوريا، ما يتعلق بكثير من الملفات في المنطقة، وبالتالي ليس أمام الشرعية سوى أو ليس أمام اليمنيين سوى إعادة اختراع وابتداع نموذج آخر يختلف عن النموذج الذي ظل يدير الأزمة على امتداد 4 سنوات وفشل فشلا ذريعا فيها. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري، كنت معنا من إسطنبول. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحايا معد الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.